نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرف على لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة. في الذاكرة التاريخية، إعادة دفن رفات 81 شهيدا بدائرة واضية بتيزي وزو. أفواج ضيوف الرحمن تصل إلى البقاع المقدسة تباعا وسط ظروف تنظيمية محكمة. الألوان الوطنية تتألق بعنابة في آخر مراحل طواف الجزائر الدولي للدراجات، وبين بونا وجالما تنافس رياضي وترويج سياحي. بداية، أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على لقاء جمعه برؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة. رئيس الجمهورية حيا في مستهل اللقاء رؤساء 27 حزبا مشاركا في هذا اللقاء الأول من نوعه، والذي يريد السيد الرئيس من خلال استحداثه إرساء قواعد حقيقية للحوار بتوسيع التشاور وتبادل الآراء مع مختلف الأطياف السياسية في البلاد حول مختلف القضايا الوطنية ومستجدات الراهن الإقليمي والدولي. كما يتوج هذا اللقاء الذي حضره الوزير الأول نذير العرباوي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية الولائية والبلدية المنتخبة. يتوج سلسلة لقاءات ومشاورات عديدة كان السيد الرئيس قد عقدها برئاسة الجمهورية طيلة السنوات الماضية، والتي رسمت مشهدا جديدا في مسار تعزيز الديمقراطية التشاركية والتفاعلية في الجزائر. بعد أن حيا السيد الرئيس رؤساء الأحزاب المشاركين في هذا اللقاء، انطلقت الأشغال برئاسة السيد رئيس الجمهورية الذي سن هذا اللقاء الذي يرسي لعلاقة تكاملية بين السلطة في البلاد والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها. سيكون سانحة لطرح كل المواضيع والقضايا للنقاش المفتوح من أجل توضيح التصورات وبلورة الأفكار وتوحيد الرؤى بخصوص مختلف القضايا الوطنية والعمل السياسي والنشاط الحزبي في الجزائر، بما يعزز اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي في مواجهة التحديات الراهنة. ومن أمام قاعة الاجتماعات بالمركز الدولي للمؤتمرات نربط الاتصال بدلال بوطبة. دلال، ضعينا في صورة الأشغال الآن، وما هي أهم المحاور التي طرحت خلال اللقاء؟ عفوا نجوى جدي معنا، تفضلي نجوى. نعم، من هنا من قصر المؤتمرات أين تتواصل أشغال لقاء السيد رئيس الجمهورية مع ممثلي أو رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة. إذن تتواصل بتدخلات رؤساء الأحزاب، والتي ركزت في مجملها على أن هذا اللقاء هو تجسيد فعلي للعلاقة التكاملية بين مكونات الوطن الواحد والطبقة السياسية مع رئاسة الجمهورية لتجسيد الحوار والتشاور وكذا الوحدة الوطنية، خاصة أن هذا اللقاء يأتي وسط رهانات كبيرة واستحقاقات وطنية قادمة، وأيضا وسط تحديات تستوجب حسب رؤساء الأحزاب الذين تناولوا الكلمة تباعا تستوجب الوحدة لتحقيق
الاستقرار الوطني وكذا لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري. إذا تتواصل هذه يتواصل هذا اللقاء وتتواصل تدخلات رؤساء الأحزاب وسط استماع واهتمام كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية. نحن هنا ننقل لكم أول بأول تفاصيل هذا اللقاء الذي يعتبر في توقيته قد يعني أخذ الباع كبير ووقت زمني طويل بالنظر إلى أهميته وكذا بالنظر إلى التدخلات التي حملت وتناولت قضايا كبيرة قضايا الوطنية والدولية وكذا الإقليمية. طبعا نحن مستمرون في تغطية هذا اللقاء والمستجدات سوف نفيكم بها لاحقا في مواعيدنا الإخبارية. نعم، إذن شكرا لك نجوى جدي، كنت معنا على المباشر من المركز الدولي للمؤتمرات. عبد اللطيف رحال. إذن المركز الدولي للمؤتمرات اليوم يحتضن أول لقاء لرئيس الجمهورية مع مختلف الأطياف السياسية مجتمعة بعد أن كرس تقليد استقبال الأحزاب السياسية بقصر المرادية للتشاور وتبادل الآراء والأفكار حول قضايا الراهن الوطني والدولي. قصر المرادية، هذا القصر العريق لم يعد فقط رمزا للسلطة والقيادة، بل تحول إلى منبر للحوار والانفتاح بعدما شهدت السنوات الأخيرة تحولا جليا في نهج الحكم والتواصل السياسي. مع قدوم الرئيس تبون بدأت أبواب مرادية تفتح على مصراعيها بنهج جديد ورؤية مغايرة وبفلسفة سياسية كسرت الأنماط القديمة. بالنسبة للتوجيهات السياسية، أنا التوجيهات السياسية انطلاقي من نوفمبر وإعلان نوفمبر. بادر السيد الرئيس بفتح القصر لاستقبال مختلف الشخصيات السياسية ليس فقط كضيوف بل كشركاء في صنع القرار وتبادل الرؤى. تحول قصر المرادية إلى ملتقى حيوي للحوار والنقاش تلتقي فيه الأفكار وقد تختلف في بعض الأحيان، لكن دائما ضمن إطار من الاحترام والبحث عن الحلول المشتركة. ولم يكن هذا الانفتاح على الطبقة السياسية مجرد تغيير في البروتوكولات، بل أضحى حدثا يؤكد من خلاله السيد الرئيس بأن قوة الدولة تكمن في تنوعها وقدرتها على الاستيعاب والتفاعل مع مختلف الآراء والتوجهات. وإن ما كان أمور اللي تجمع أحسن من الأمور اللي تشرد من الناس. لقد تحدث الرئيس تبون بوضوح عن ضرورة تعزيز دور الطبقة السياسية لتحقيق المستقبل المستدام كالتزام منها. المفروض أنا ما دبي الأحزاب نمشي معاهم في كل شيء اللي يساعد البلاد، نمشي معاهم، واستقبلت منهم كثير ونزيد نستقبل، نشاور في النقطة هذه والنقطة هذه. هذا التأكيد ليس وجهة نظر بقدر ما هو إرادة لإشراك جميع الأطراف في بناء الدولة، سواء من خلال لقاءات متعددة وأحيانا بناء على طلب من ممثلي الأحزاب أنفسهم. وفي معرض تصريحاته لم يتوانى السيد الرئيس عن التأكيد والإشارة إلى قانون الأحزاب كأداة مهمة لضمان تمثيل متوازن وشفاف. درجة قانون الأحزاب نعود الراجع في تحزب يوم جند، قد ما تجند الشعب قد ما راك تفيد في الدولة، حتى ولو مشروعك الاجتماعي انت دير برنامجك. تتجاوز أبعاد هذه اللقاءات الجانب الشكلي للتواصل السياسي إلى التفاعل المباشر والعميق الذي يلغي الإجراءات البيروقراطية والتحفظات التقليدية. المنهج نتاعنا احنا المنهج الوطني، الخط الوطني، هذا ما كان. أنا كل ما هو خط وطني راني معاهم. اليوم قصر المرادية أصبح رمزا للعهد الجديد الذي ينشده الرئيس تبون وكل الجزائريين، عهد الانفتاح والحوار والتطلع إلى المستقبل. المشهد السياسي في الجزائر الجديدة أصبح قائما على الحوار والتشاور والتفاعل المباشر بين مختلف الأحزاب السياسية في تكريس لمبدأ الانفتاح وفق النهج الوطني، تعزيزا للديمقراطية التشاركية وتفعيلا للحركية التنموية. دلال بوطبة.
في تحرك الأحداث يتفاعل المشهد السياسي في الجزائر، وتتجاذب الرؤى والمواقف لدى الطبقة السياسية في نقاش وطني ينفتح على كل التيارات. الرؤية السياسية الرافضة للانفراد بالقرار الوطني والإطار القانوني الذي صوب واقع الممارسة السياسية بعد تراكمات قوضت الأداء السياسي أفضى إلى تحول في المشهد الحزبي. اليوم نلاحظ أن هناك حديث حول العمل السياسي المشترك، حول التنشئة السياسية، حول أداء سياسي وحزبي يتميز بخطاب واضح من أجل استقطاب المجتمع. وبالتالي على ما أظن أن الحياة السياسية اليوم فيها توجه جديد نحو تفعيل هذه الفواعل، من خلال كذلك نحن نستحضر قانون الأحزاب في المستقبل إن شاء الله. في مسار تشكل الخارطة السياسية في البلاد، أقصت ذروة الإصلاح السياسي سباق التموقع المناسبة، وكرست قوانين تفتح المجال واسعا للشباب، فاستقطبت الأحزاب وعاء نخبة قاطعت الساحة السياسية لعقود. الأحزاب السياسية مكرسة دستورا وقانون بأنها هي التي يجب أن تقوم السلطة وتؤطر المجتمع وتوجه النخبة وتشارك في السلطة أو تعارض السلطة، وتكون هي الوسائط المجتمعية بين المجتمع وبين الحاكم. الترتيبات الداخلية على مستوى الأحزاب والتي أخذت وقتا أخرجت واجهة جديدة للساحة السياسية. كل حزب خصوصياته، فهناك حزب اللي عنده الخاتم فقط، ماذا تنتظري منه؟ وهناك أحزاب فعالة يبدا أن تلعب الدور الأساسي نتاعها لمصلحة الوطن والوطن فقط. هنا أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر. انفتاح السلطة على الطبقة السياسية والعلاقة الجديدة بين الأحزاب والسلطة رجحت الخطاب السياسي الحامل للأفكار على الجدل العقيم أو القطيعة. خطابنا واقعي، خطاب صادق، ونحاول دائما أن نوفق بين مسألتين ضروريتين بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية: مسألة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضرورة بناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية من جهة، ومسألة الالتزام بالدفاع عن السيادة الوطنية، عن الوحدة الترابية، وعن الجزائر كأمة. مساحة واسعة للمعارضة السياسية باختلاف التوجه والأيديولوجيات يجد فيها الرأي الآخر صوته ومكانه. نحن نتمسك بوجودنا كحزب معارض، نتمسك بهذا الخط من أجل تكريس الديمقراطية. نحن نعتقد أن الأحزاب التي تتبنى خيار المعارضة تساهم بشكل أساسي في تكريس مبادئ العملية الديمقراطية، العملية السياسية القائمة على التعددية الحزبية، على تعددية البرامج والأفكار، على التنافس السياسي في البلاد. أدوار القوى السياسية مرتبط أيضا بمدى جدية وحزم الأحزاب في تعاملها مع المتغيرات. حان الوقت للطبقة السياسية أنها تفتك مكانها، وأنها تعمل في تلك المنطقة الرمادية من مواطنين الذين بعيدين عن السياسة للتحسيس وتكبيرة الوعاء من المواطنين، من أجل لأن عندما تتحرك السياسة وقوة السياسة والجزائر هي تبنيها طبقة سياسية قوية بما فيها معارضة قوية. خليني نقول الآن بحاجة إلى تسويق جديد، بذهنية جديدة، بممارسات جديدة، وبخطاب يجد أذن ساغية، فيه العقلانية، فيه البراغماتية، وفيه الواقعية في الطرح. وإن اختلفت الأوساط السياسية في عديد الملفات الداخلية، يتفق خطابها بوعي عميق حول المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي ومساندة المواقف الرسمية للدبلوماسية الجزائرية. هذا يتطلب أن تكون عندنا قراءة واضحة لهذا التحولات في العالم نحو الهمجية. إحنا جزء إذن من هذا، من الإنسانية، عندنا حقوق وعندنا واجبات، كيفاش رايحين نحميو بلادنا من هاد التطورات. مناخ سياسي جديد أعاد ترتيب أوراق وقواعد النشاط الحزبي، والرهان على أداء الأحزاب في فتح المنافسة السياسية والمبادرة الناجعة واستقطاب المجتمع.
في الذاكرة الوطنية تمت اليوم ببلدية إغني غران بي بدائرة واضية إعادة دفن رفات 81 شهيدا. العملية تندرج في إطار مواصلة تنفيذ برنامج القطاع في شطره المتعلق بمجال التراث التاريخي، لا سيما ما تعلق منه بالرموز والأحداث التاريخية. مراسم الدفن جرت بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا والسلطات المحلية والعسكرية وأسر الشهداء. إننا في هذا المكان الرمز نقف وقفة إجلال وإكبار على دفن رفات الشهداء على هذه الأرض المزكاة بدماء الشهداء. هو من الوفاء العميق للقيم التي جاء بها بيان أول نوفمبر 1954، التي تعتبر الطاقة الكامنة التي ستمكن الأجيال من مواصلة الدرب الذي سلكه الشهداء الأكارم بالحفاظ على الاستقلال واستكمال الرسالة النبيلة التي كانوا يحلمون بتحقيقها والمتمثلة في بناء الجزائر. بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على تنصيب رئيس لجنة الخبراء العياديين، حيث تم تقييم نشاطات تسجيل الأدوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. هذه اللجنة التي تضم أساتذة وأكاديميين وباحثين طبيين وخبراء من جميع التخصصات الطبية، والتي تلعب دور محوري في عملية التسجيل والمسابقة عبر إبداء الرأي، لا سيما حول الفائدة الطبية، الفعالية، وسلامة استعمال المواد الصيدلانية وأداء المنتزمات الطبية. في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإنتاج الوطني لشعبة الحليب، جرى اليوم إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم في خطوة لتحقيق فائض من المادة الدسمة الموجهة لصناعة مشتقات الحليب، وذلك على مستوى ملبنة بودواو بولاية بومرداس. بالمناسبة أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن النظام الجديد لإنتاج وتسويق الحليب الطازج المبستر من شأنه تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية. ستؤدي هذه الخطوة بدون شك إلى تزويد السوق بحليب طازج منتج حصريا من حليب البقر الجزائري 100% في كل المراحل. هذه المبادرة الجيدة التي تحسب لمجمع جيبلي وتم تأطيرها من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية تعتبر لبنة جديدة في طريق نحو تحقيق الأمن الغذائي. في أخبار حجاجنا الميامين، وصلت إلى المدينة المنورة أمس دفعتان تضمان 481 حاجا وسط ظروف تنظيمية محكمة لاقت الاستحسان والإشادة، يقول طارق حاجي. مع أول خطوة بأرض المدينة المنورة وعلى بعد دقائق معدودات من المسجد النبوي، نزل ضيوف الرحمن الجزائريون بالفندق المخصص لهم، حيث كان الاستقبال حافلا والتنظيم محكما، وما هي إلا لحظات حتى استلم الجميع مفاتيح غرفهم. سكننا الحمد لله، يعني والله غير فاجئونا بهذا الاستقبال، وكان حار ومحترم محترم، ويعني ما كانش فيه مشاكل في قضية تاع السكن. الشرف هذا يعود لنا للدولة تاعنا، والإنسان يحس باللي عنده دولة وعنده رجال اللي راهم قايمين على الشيء هذا. والله غير من أروع ما يكون، أنا ما كنتش نتصورها سواء في الأرض الوطن ولا هناك. وصلنا الإجراءات عادية وبسيطة، بسطوها بأقصى درجة، ومش كل شك كسيل من الماء. الحمد لله، حمد وتحية الجزائر وتحية الترتيبات تاع الجزائر، إن شاء الله دائما هكذا. اتخذت كل التدابير، كل الظروف ليكون هذا الموسم في
ظروف حسنة أولا، ثم لإنجاحه مع تضافر الجهود كل القطاعات التي تعتني بموسم الحج ككل سنة. عملية الإسكان سبقها عملية التحضير من معاينة الفنادق والسهر على توفير كل الظروف لراحة حجاجنا الميامين. وتبقى البعثة الجزائرية بكل القطاعات المكونة لها على أهبة الاستعداد لاستقبال الدفعات التي ستتوالى تباعا لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. هكذا إذن كانت أجواء اللحظة الأولى لحجاجنا الميامين بالمدينة المنورة، استقبال حار وتنظيم محكم، والأجمل من هذا وذاك أن يتراءى لك المسجد النبوي على بعد خطوات من الفندق. طارق حجي، بعثة التلفزيون الجزائرية، المدينة المنورة. تشجيع والاستثمار في قطاع السياحة محور استراتيجية، استعرض تفاصيلها اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش بمنتدى المجاهد. مختار ديدوش أبرز بالمناسبة استعدادات القطاع لإنجاح موسم الاصطياف 2024. حاليا اعتمدنا أكثر من 2200 مشروع سياحي بكل احجامه، سواء كانت فنادق او كومبلكس توريستيك او يعني محطه حمويه الى اخره. اعتمدنا على 2200 مشروع، وهناك اكثر من 800 مشروع راه في قيد الانجاز. لكل مستثمر نقدر يعني نوفر له العقار، والعقار يعني يقدر يخلصه يعني بمده يعني طويله فيما يخص باش يعود مالك للعقار. في اليوم العالمي للتنوع الثقافي والتنمية، نظم المجلس الأعلى للغة العربية ملتقا وطنيا حول ترجمة أدب الطفل وبرامجه بين التنوع الثقافي والغزو الثقافي، بهدف تشجيع الباحثين على الاهتمام بهذا المجال وتجسير العلاقات بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الميدان، والحث على وضع خارطة طريق تسهم في مراقبة كل ما يقدم للأطفال. إنها لمناسبة تلاقح المنهجيات من عديد اللغات وخلق التنافسية بين الأطراف ورفع الإنتاجية وتحسين الأداء في مختلف القضايا المشتركة المؤدية إلى تقديم الأفضل من خيارات اللغات والثقافات والعادات. نشرتنا مستمرة. وفي اقتصاد اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات تشمل فرص الاستثمار لشركة سوناتراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو برازافيل. ننتقل الآن إلى الفقرة الاقتصادية في تقديمها من العجال. أهلا بك. أهلا بك أميرة. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل. أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. تعزيزا لسبل التعاون والشراكة بين الجزائر والكونغو في مجال المحروقات، تحدث اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بالكونغو مع وزير المحروقات الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا ووزير الطاقة والموارد المائية الكونغولي إيميل أوسو، حيث تم مناقشة وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك رشيد حشيشي ورئيس المدير العام لسونا الغاز مراد عجال وإطارات من البلدين. جرت مناقشة الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر في مجال البحث واستكشاف المحروقات وتطوير الحقول والتكرير وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال ونقل وتوزيع المواد البترولية. هذا وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجمهورية الكونغو برازافيل في مجال المحروقات، وتشمل هذه المذكرة فرص الاستثمار لشركة سوناتراك في مجال التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو، والتعاون بين شركة سوناتراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو، لا سيما في مجال المصب النفطي وإمكانية تدخل شركة سوناتراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمة البترولية وتوريد المعدات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب.
شراكة ستسمح للبلدين بتبادل الاستثمار في إطار رابح رابحة، وسنجسد بذلك مشاريع ثنائية. نحن نعلم أن الكونغو في الطريق نحو تطوير الكفاءات في مجال المحروقات، ونحن ندعم ذلك. نحن في الجزائر مستعدون للاستثمار في العمل سويا من أجل رفع التحدي، ونعمل معا من أجل تحويل المعرفة، نعمل معا من أجل تقوية هذه العلاقة بين البلدين. بهدف ترقية الاقتصاد في القارة الإفريقية، تتواصل الطبعة 22 للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الزراعية سيبسا فلاحة تحت شعار الحق في الغذاء وحق أساسي من حقوق الإنسان. الصالون الذي يعرف مشاركة 700 عارض من 39 دولة متخصصين في عالم الفلاحة والآلات الزراعية والصناعات الغذائية وخبراء في الاقتصاد الأزرق، يعتبر فرصة لمناقشة جهود القارة في توجيه قواها الحية نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعات الصحراوية وتطوير الاستثمارات في إطار التعاون جنوب جنوب. خطت الصناعات الميكانيكية خطوة كبيرة في السوق المحلية بفضل الابتكار والتطوير. شركة سوناتراك أصبحت تعتمد على العديد من المؤسسات الوطنية المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، تماشيا مع سياسة الدولة الهادفة إلى التقليص من فاتورة الاستيراد وتوفير التكاليف على الخزينة العمومية. مختارية بن مريم. يعد بعث الصناعات الميكانيكية في الجزائر خطوة هامة، ما خلق حركية اقتصادية وفتح المجال أمام المؤسسات المتوسطة والصغيرة لعرض منتجاتها في السوق المحلية والتي أثبتت قدرتها على الابتكار والتطوير. أول شركة يعني في المصنعة في مجال فلاتر الغاز، يعني نضمن الجودة والوفرة لمنتوجاتنا. الهدف الأساسي يعني أنه يكون عندنا كما نقولوا حصة من السوق مع سوناتراك. نخدموا في تصنيع المحركات ومحولات الطاقة والديكروبي الكتروجين، ونسوقهم للشركات الوطنية. إمكانيات الموجودة حاليا في الجزائر خاصة بما يخص في الألواح الشمسية والمعدات الميكانيكية وأيضا كل ما هو خاص ب ميدان تركيب وصيانة المحطات الشمسية. الطبعة الثانية للأيام التقنية المخصصة للتصنيع الميكانيكي الكهربائي والأجهزة والتي نظمت من طرف سوناتراك بحسيم سعود بحضور العديد من المؤسسات الوطنية في المجال الميكانيكي والكهربائي، تمحورت حول إظهار أهمية إبراز القدرات المحلية التي فتحت أفاقا واعدة للسوق الصناعة الميكانيكية. قدرنا نقصوا من يعني الاكسبورتاسيون ديفيز، وطلعنا حتى يعني حتى لنسبه ما فوق 25% الحقيقه في القسم الانتاج، وان شاء الله احنا متفائلين راح نكونوا اكثر في المستقبل القريب ان شاء الله بهذا بمشاركه كل الشركات الجزائريه اللي راها اليوم حولنا هنا. قمنا سنه 2023 بتوفير قيمه 13 مليون دولار للخزينة العمومية، وفي 2024 إن شاء الله سنقوم عندنا مشروع لتوفير قيمة 20 مليون دولار. إن التحفيزات التي تقرها الدولة بغية اقتحام السوق المحلية بالصناعة الميكانيكية الوطنية وبجودة عالية سيفتح الأبواب أمام المستثمرين وسيغني الاقتصاد الوطني عن عبء الاستيراد. بجامعة هواريب مدين بالعاصمة وتحت شعار تكتلنا عماد تطور قطاعنا، التقى طلبة جامعيون عرضوا مشاريعهم في مجال الصناعة الكيميائية. اللقاء الأكاديمي نظم من قبل المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي بهدف دعم ومرافقة أصحاب الأفكار والمشاريع في المجال. نسرين دحمن. تثمين المواد الأولية المحلية واستثمارها في توسيع مجال تصنيع المواد الكيميائية الموجهة لصناعة مواد التجميل هو الهدف الذي جمع أزيد من 20 عارضا من مختلف جامعات الوطن. الجزائر حلت بزاف المجالات باش الكيميائي يدير البروجي تاعو كسوسوا كوسميتيك كسوسوا برودوي ناتورال. شوف باللي اليوم كاين اقبال مليح على المواد الطبيعيه، دوك الناس ولاو يفيقوا باللي البرودوي الشيميك ماشي مليح لابو وكلش،
ثم لي برودوي ناتوريل احسن مليحه ما فيهاش مضره. راح نتخرجوا هذا العام ان شاء الله، حابين ندخلوا في الدومين تاع الخدمه ايتو طونكو دي شيميست. بناها بديناها بالاكسبوزيسيون باش نعرفوا ابي بري واش كاين سوغ لو مارشي الجيريان لي برودوي لي راهم يمشيو. وكاين هناك يعني اوبورتونيتي في هذا الميدان في الجزائر، لما دابينا نستغلوا هذه الفرصه هذه ونشجعوا المؤسسات الناشئه في هذا الميدان ونطوروها. مرافقة الطلبة لولوج عالم مقاولاتي من الفكرة إلى التأسيس هو ما تعمل عليه مختلف الهيئات لرسم آفاق واعدة قبل التخرج. احنا نتبع الطالب لحتى المرحلة من التكوين، ومن بعد صديق مهم جدا انه الطالب يحتك مع المجتمع الخارجي، يخرج خارج الجامعه باش يقدر يسوفاميلياري صديق يوالف بالوسط الحقيقي مع المؤسسات. نسعى الى ابراز شباب حاملي المشاريع ومرافقتهم بمختلف الخدمات التي تقدمها المنظمه، على راسها اللقاء مع اصحاب المصانع، ايضا نعمل على تقديم التكوينات فيما يخص صناعه المحتوى، فيما يخص التسويق الإلكتروني، فيما يخص بناء سلسلة التوزيع. البحث عن طرق جديدة للتسويق وتوجيه التكوين بما يتماشى سوق الشغل هي محاور تأسيس مؤسسة ناشئة فاعلة وفعالة. ننتقل الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. والآن نستعرض معكم أهم مؤشرات البورصة في الجزائر التي سجلت اليوم. سجلت أسعار النفط عالميا خلال تعاملات اليوم تراجعا في انتظار المزيد من المؤشرات قبل أن يبدأ المجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ب 1.37% لتسجل 82 دولارا و 68 سنتا للبرميل، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 78 دولارا و 70 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب اليوم ووصلت قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة في ظل بيانات اقتصادية حديثة عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الذهب في التعاملات الفورية ب 0.07% ليصل إلى 2427 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2431 دولارا للأوقية. ختام الاقتصاد بأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.
نشرة أخباري الخامسة متواصلة. ودعت الجزائر أمس بنيويورك مجلس الأمن الدولي بإفادة بعثة تحقيق دولية لتقصي الحقائق وضمان مساءلة الاحتلال الصهيوني عن جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مداخلة الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قواوي خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر وسلوفينيا حول تطورات الأوضاع برفح. هذا وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع إلى 35,647 شهيداً و 79,852 مصاباً. وارتكب الاحتلال الصهيوني 5 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 85 شهيداً و 100 جريح، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. مراسلنا وسام أبو زيد تنقل إلى مستشفى الكويت التخصصي إثر قصف همجي استهدف المنطقة الشرقية لمدينة رفح ليقف عند ظروف التكفل بالمصابين المأساوية. نعم، هذه هي اللحظات الأولى التي نصل فيها المستشفى الكويتي في المناطق الشرقية لمدينة رفح. هذه المستشفى الصغير الذي بقي يعمل رغم المخاطر المحدقة في الطواقم الطبية وحتى إصابة عدد من الطواقم الطبية خلال قصف مجاور لهذا المستشفى. من ناحية الخدمات الصحية الآن متعثرة بسبب يعني المستشفى النجار خرج من الخدمة ومستشفى المرواني خرج من الخدمة، ونحن من هنا في المستشفى الكويتي نقدم خدمات الإسعافية الأولية ثم نقوم نقل الحالات إلى مستشفيات ميدانية أيضا إمكانياتها أيضا بسيطة. معظم الحالات تأتي إلينا يعني مدنيين ليس لهم علاقة بالقتال أو غيره، وأطفال ونساء بأعداد ليست بسيطة من المستهدفين. جئنا لنكشف المزيد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما جرى قبل قليل من غارات إسرائيلية على أحد المنازل السكنية القريبة والمحيطة من هذا المستشفى أدى إلى استشهاد 3 أطفال. هؤلاء الأطفال الفلسطينيون هم الشهداء، قتلوا قبل قليل في غارة إسرائيلية. أطفال زي ما تشاهد، مش يعني تقولوا زي ما بقولوا إرهابيين، أطفال قتلوا أطفال، يعني ما قتلوش حدا تاني. هاي تفضل تفرج، اللي بقول له بالدعم الإنسانية، اللي بقول لك هو بالدعم الإنسانية، بقول لك رفح آمنة، فيش مكان آمن في رفح، زي ما بقولوا إن رفح آمنة، فيش مكان في رفح آمن، كله مستهدف، صغير كبير كله مستهدف. نتكلم عن أخوين أنس ومحمد النجار، هم الآن في عداد الشهداء الفلسطينيين، لكن عائلتهم لا تعرف أنهم شهداء حتى هذه الساعة. استشهدوا في قذيفة إسرائيلية مع أحد الفلسطينيين، مع الأطفال الفلسطينيين الآخرين في نفس الغارة. هذول 2 إخوة، أمهم أبوهم أخواتهم يجي سووا الحين لما يعرفوا أولادهم استشهدوا، يجي يصير فيها. هذول 2 إخوة من دار نجار، وهذا الشاب انضرب شعر، أطفال أطفال أطفال، أنس ومحمد إخوة، 2 إخوة ماتوا مع بعض. هذا ما تمكننا أن نصل إليه في هذه الساعة، لكن هناك عشرات المصابين وعدد آخر من المفقودين في المناطق الشرقية. لكن الاحتلال لا يقصف فقط المناطق الشرقية أو أنه يتوغل في المناطق الشرقية فقط، بل أنه يستهدف المناطق الغربية ليل نهار، وهناك أيضا العديد من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الساعات الماضية. وسام أبو زيد من المناطق الشرقية لمدينة رفح، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في الملف الصحراوي، ومساندة للشعب الصحراوي في قضيته العادلة، تتوسع حملة التضامن مع القضية الصحراوية، حيث تحتضن ولاية سمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين المنتدى الدبلوماسي الدولي في طبعته 6. فاطمة الزهراء بن فرج الله. هم دبلوماسيون جاءوا من مختلف دول العالم، جاءوا في زيارة خاصة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ضمن فعاليات المنتدى الدبلوماسي العالمي للتضامن مع الشعب الصحراوي في طبعته 6. Diplomatic Forum of Solidarity. الدبلوماسيون يؤكدون من خلال هذا المنتدى العالمي على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. تعلمون، نحن في كوبا نساند قضايا التحرر، والقضية الصحراوية أولوية، ولا بد من التضامن مع الشعب الصحراوي.
نيكاراغوا بلد يساند الشعب الصحراوي ويدعم وجبة البوليزاريو لأنها الممثل الوحيد والشرعي للصحراويين. في أجواء تضامنية مفعمة بالمساندة القوية للقضية الصحراوية توالت مداخلة السفراء والوفود المشاركة في هذا المنتدى الدولي الذي عبر فيه الصحراويون عن امتنانهم للمتضامنين مع الشعب الصحراوي. دائرة التضامن تتوسع وهناك فئات أخرى من الشعوب من المجتمع المدني هي الأخرى تتضامن مع الشعب الصحراوي وتمثيليات دبلوماسية اللي هي تمثيل للبلدان بمعنى أنه على قضية الشعب الصحراوي تشق طريقها على الطريق الصحيح على الدرب اللي يجب أن تكون عليه. وقفة تضامنية مع الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع المسلح، وكذلك هذه على موقف ثابت للجزائر بجنب القضية الصحراوية. المنتدى الدبلوماسي الدولي هو منبر تضامني مع الشعب الصحراوي في قضيته العادلة. من مخيمات اللاجئين الصحراويين، بعثة التلفزيون الجزائري، فاطمة الزهراء بالفرجلة. فتيات الرمل فيلم وثائقي يروي واقع المرأة الصحراوية في مخيمات اللاجئين الصحراويين، تم عرضه بقاعة السينما بالمتحف المركزي لمدينة بيتوريا بإقليم الباسك بحضور متضامنين وممثلين عن مختلف الحركات التضامنية مع الشعب الصحراوي. خليد حجلالي. كفاح الشعب الصحراوي لنصرة قضيته العادلة فيلم وثائقي يعرض بإقليم الباسك لمخرجه الإسباني راؤول كيامول، يصور جزئيات وتفاصيل حياة المجتمع الصحراوي في مخيمات اللاجئين بعيون فتاة لاجئة تحن للوطن الأم المستعمر. الأهداف الرئيسة للفيلم الوثائقي هي أولاً وقبل كل شيء رفع مستوى الوعي بين العائلات والمجتمع الإسباني نحو القضية الصحراوية، وأن نعطي صوتاً للنساء الصحراويات وللطفولة. هذا جيد أيضاً. نود السلام والحرية لكل الشعوب المضطهدة. العرض توج بمناقشة مستفيضة لحيثيات الفيلم التي تستند على تساؤلات الشابة الصحراوية اللاجئة عن مستقبل شعبها المضطهد وما تعيشه الطفولة والمرأة الصحراوية. فتيات الرمال فيلم يهدف إلى التركيز على قيمة نضال المرأة الصحراوية وما يتعرض له الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال المغربي، وهي رسالة قوية لتسليط الضوء وعدم نسيان مقاومة الشعب الصحراوي. الفيلم حمل صورة جلية واضحة لقضية الشعب الصحراوي ضمن مشهد سينمائي بمدينة بيتوريا بإقليم الباسك، يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين الإسبان وتفعيل نشاطهم التضامني مع كفاح الشعب الصحراوي العادل. رياضة الآن. اختتمت اليوم قافلة طواف الجزائر للدراجات في نسختها 24 بتألق دراجي المنتخب الوطني، حيث تمكن نسيم سعيدي دراج مدار من افتكاك القميص الأصفر لأحسن دراج في الدورة، فيما حافظ حمزة ياسين من فريق مدار على القميص الأخضر لأحسن دراج سرعة، بينما مرحلة اليوم فاز بها الدراج لافان كريستوفر من جزر موريس. في المشهد الثقافي، انطلقت اليوم فعاليات الطبعة الثانية للصالون الوطني لطلبة الفنون والتراث بديوان رياض الفتح بالعاصمة تحت شعار المقاولاتية ودورها في تفعيل الاقتصاد الثقافي، وهذا بإشراف وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي وحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، إلى جانب طلبة المعاهد والمدارس الفنية لإبراز إبداعات الطلبة والمبدعين في مختلف أنواع الفنون.
إن اجتماع طلبة الفنون والتراث من مختلف مدارسنا ومعاهدنا العليا وكذا المؤسسات التكوينية الجهوية في هذه الفعالية لسانحة عزيزة كي يتبادل الطلبة ما جادت به إبداعاتهم وخبراتهم في التشكيل والموسيقى والمسرح عبر مختلف العروض التي سيقدمونها. هذه المبادرات الأولى هي إنشاء حاضنات على مستوى بعض المعاهد، وبدينا على مستوى معهد فنون الجميلة حاضنة أعمال انكيوباتور الذي إن شاء الله سيمكن طلبة من ولوج عالم الشركات الناشئة. سنقوم أيضا بإنشاء مراكز لدعم المقاولاتية على مستوى كل معاهد الوطن. نختم من المنيعة. قبس من جمال صحراء الجزائر، ميزته الواحة وروحه المياه العذبة بمقومات طبيعية حفزت المزارعين على التخصص في زراعة الورد واستخلاص العطور. حنان بورايو. هذا المنظر الساحر هو وسم المنيعة، عاصمة الواحات أو مدينة المائة ألف نخلة. نخيل باسقة وزقاق عتيقة بناها سكانها الأوائل وعرفوا كيف يبعث الحياة وسط الصحراء منذ القدم. كذلك هم اليوم باقون. السلام عليكم. أهلا أستاذ كيراكو، وشك لباس. تفضلوا، مرحبا وسهلا بك. جولة بين هذه الزقاق العتيقة بعطور تمزج بين نباتات عطرية وأحاديث وقصص عن المنطقة وعن القوافل التي مرت من هنا. هنا وجدنا الجواب لتساؤلنا، فصيد الواحة هو مياه سواقها العذبة. المنيعة تتميز بالعذبية نتاع المياه نتاعها، والأرض خصبة، والمنيعة هذه إن شاء الله كل حاجة كل أنواع النباتات تصلح فيها، والناس نتاع المنيعة يعيشوا من هذه الواحات. ومن قديم الزمان المنيعة تتسمى في وديرة الورود كذلك. أهل المنيعة يحافظون على خصوصية المنطقة، البعض منهم يريد إحياء ذكرى الجوليا، الوردة التي ميزت المنيعة فيما مضى. في هذا البستان تزرع أنواع وألوان متعددة من الورود، تستخلص منها عطور من الطبيعة الصحراوية. أي عائلة هنا في المنيعة تمتاز بالورود، وهذه الوردة اللي كتشوفي فيها هنا، هذه الوردة الدمشقية ولا الدمصينة هذه. في 1930 داروا الكونغري انترناسيونال هنا تاع الفلاحة، تحصلت المنيعة على المرتبة الأولى في الصنف هذا تاع الورود. رانا نحافظوا ورانا نكثروا في هذا الورود. هي المنيعة بواحاتها ومبانيها العتيقة وعطور الحضارات المعتقة، قبس من جمال الصحراء الجزائر، وقصة تكتب وتروى لكل زائر عن سحر يوقعه غروب الشمس وراء كثبان ونخيل عاصمة الواحات. ختام النشرة، إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرف على لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة. في الذاكرة التاريخية إعادة دفن رفات 81 شهيدا بدائرة واضية بتيزي وزو. أفواج ضيوف الرحمن تصل إلى البقاع المقدسة تباعا وسط ظروف تنظيمية محكمة.
الألوان الوطنية تتألق بعنابة في آخر مراحل طواف الجزائر الدولي للدراجات، وبين بونا وجالما تنافس رياضي وترويج سياحي. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة، السلام عليكم.